ليا عتاب على اصدقائي واخواني من اهل رود الفرج اللي سمعت منهم دلوقتي انهم اول مره رغم انشاء القصر سنه 97 اول مره يدخلوا قصر ثقافه رود الفرج، وان شاء الله مش تبقى اخر مره. الحقيقه من ايام قليله جات لنا اشاره تليفونيه بان في الاداره المركزيه للشؤون الفنيه بالهيئه العامه لفنون الثقافه بتنظم ندوه في نفس الموضوع بنفس العنوان في مواقع مختلفه تابعة للهيئه. والندوه بعنوان التوقف الوطني على دستور الثوره المصريه واللي بيشرف عليها استاذنا المذيع اللامع شفيع شنقيطي. فكان الحقيقه المفروض ان انا ادور واعرف اكثر عن استاذنا وعن ضيفنا الكريم. فدخلت على الصفحه الخاصه بي ووجدت في بعض المسائل المقروءه ومصوره اقتبست منها. شفيع شلبي هو صاحب الدعوه لتحرير الاعلام والمطالبه باطلاق حريه انشاء الاذاعات الاهليه وقنوات التلفزيون الارضيه الخاصه، وكذلك حرية إنشاء الإذاعات والدعوة لتأسيس نقابة الإعلاميين العاملين في الإذاعة، كما تناول العديد من القضايا التي طالما شغلت الرأي العام. أطلقنا عليه منسق التوافق الوطني ومؤسس الجبهة الوطنية الديمقراطية. الآن ها هو شفيع شلبي يتقدم بأوراق ترشيح أو ترشحه كأحد أصدقاء أصل ثقافة رود الفرج في أولى لقاءاته بنا بندوة بعنوان التوافق الوطني على دستور الثورة المصرية. تحياتي لأستاذي وتفضل. شكرا جزيلا. احنا بدأنا جولة يعني عبر الدولة وحول الدولة عبر المحافظات، يعني رحت فيها حوالي 10 محافظات حتى الآن، بدأت من القليوبية الفيوم فمدن القناه، والمرت يعني ببعض قصور القاهره زي الجيزه و6 اكتوبر امبارح، وايضا كنت في رحت البحيره. انا مش جاي باي صفه مبنيه، انا النهارده بينكم منسق التوافق الوطني بين القوى السياسيه والصفتين اللي هي المؤسس الجبهه دول، انما اساسا بتكلم كمنسق للتوافق الوطني. إذا كان أتيح لكم دلوقتي إلقاء نظرة على الورقة فلعل يعني بعضكم أو معظمكم تفجرت لديه بعض الأسئلة أو كثير من الأسئلة. أهلاً وسهلاً أستاذ شيماء. ومن هنا فأنا هكون سعيد لو أنتم لو يعني أنا الحقيقة عايز إن الكلام بتاعي يكون أقل ما يمكن في حدود، أصلاً لو كثفته للنهاية هتبقى الورقة اللي بين إيديكم يفترض انها محدده، انما اي توضيح لاي تفصيله فيها هو ده اللي انا هبقى هقوم بيه عبر الوسائط المتعدده. البعض هنا انا شايف معاه ايباد وجالكسي تاب وادوات مالتي ميديا فرقات الميديا، يعني ان من اهم الحاجات اللي هتبقى عندكم في الصفحه الاولى الروابط او المفاتيح اللي من الممكن الشغل او التفاعل بيها بعمق، لان في اكثر من 110 فيلم حول هذا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه هو التوافق الوطني والدستور الثوري. جمله الابعاد بتاعت هذا الموضوع تاسيس الدوله التوافق الوطني وهيبقى متصل بيها اللي هيفتح القناه بتاعتنا اللي روابطها بقى موجوده قدامكم هيلاقي يعني نقول ايه المحاور الرئيسه اللي احنا معنيين بيها وبينها مساله تحرير العقل اللي هي يعني جت عرضا او موجود هنا إشارة لها في كلمة محدودة في الصدر. طيب أنا هبدأ بتوضيح إيه تلك الصفة اللي أنا جاي بيها النهارده وهي كوني منسق التوافق الوطني، وهو ده اللي ممكن يعني أوريكم بعض الوثائق أو أنتوا عندكم الفرصة إنكم تشوفوها بوفرة لاحقا عبر النت يعني. لكن لأن الحاضر أو اللحظة الراهنة يعني اللي متابع الاخبار فاظن ان القضيه الرئيسيه هي الدستور. يعني طالما لم ينجز الدستور فاظن ان متواليه الارتباك اللي احنا يعني عايشين فيها على مدى تاريخ متواصل هتظل قائمه. وانا الحقيقه يعني لفتني امبارح اللواء محمود اللواء شهيد ممدوح شهيد وهو بيتكلم على يعني من وجهتهم احنا يعني لحد ما يعني هما بيؤكد انه هيسيبوا 30 ايا كان هيسلم
السوق. هو بيتكلم حتى هو لو لما يتم وضع الدستور يبقى يسلم ازاي ويسلم ايه من غير اصلا. انت اذا الدستور هو اصل الموسيقى. انا يعني عايز استفزكم شويتين ثلاثه خمسه كده، فهبدا بتوضيح الزعم. انا بزعم ان دستور الثوره المصريه والمعايير التي يمكن ان تنجزه هي اللي تمت واتعملت شعبيا مؤسسيا سنه 95. تلك التي لا يعني يلفت يعني اذا مفيش حرف لا في صحيفه ولا في جورنال ولا في تلفزيون ولا من اي طرف يمكن باستثناء يعني في ايد سيرتها. وهنا عايز اوجز مكثفا خالص. هو يعني انا مكتفي باللي في الورقه لان اللي موجود تفصيل لها ملوش نهايه يعني من الوثائق المرئيه والمسموعه والمخطوطه والمطبوعه. يعني اللي عايز يعني يتحدى هذا الزعم قدامنا يعني عايز اقول الادوات اللي نواجه بها اي وكل تحدي. ولانني كمان عايز اضيف زعم تاني انها حجه على الجميع، على جميع المصريين او على جميع الاطراف المنوط بها صياغه هذا المستقبل او صنع هذا الدستور.